المسرح تعلموا بقى وظبطوا نفسكم. افرض انا نموت، فرضنا انا نموت هذا نعمل ايه؟ نعمل ايه مكاني؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الفاشلين زي الورد اهو، مستحيل والله والله. وفي كم دور؟ في دور وفي كل حاجه. اللهم صل على النبي. والمربط على الغيط اهو، مربط على الغيط. عامل لي حاجه حلوه يا اخويا تفتح النفس كده. اللهم صل على النبي. هنا اهو. بص بقى اهي، مربط اهو. ده لو هيدي لوحدك بكره تربط الجواز من المطعم ده اهو. بصي ماشي. ربطها كويس. انا بعيشتك انت ما شاء الله بعيشتك. بتطلع على النعمه. انا ما تزلي في ايه؟ اللي فيك ايه؟ بص بقى شفت ربطك ليه؟ تعالي وراك الحش. يلا. تعالي وراك. ما شاء الله بعيشتك انت. تعال شوف بقى اخوكي متمرمر ازاي. ماشي يا اخوي. شوف اخوكي متمرمر ازاي هنا. تعال. عاد تحشي لي غير برسي. نحط له جاموسه ده هي تاكله بحاله. حاضر بس كله ده يا مخاف. انا عايز حش حط نص وسيب نص. يلا حش 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 من وراك. انا عظمتي كبرت ما عادش قادر نوطي. ظهري انحنى. ايه؟ والله يا بنت عدل المنجل. عدل المنجل يا ابو كذا. ايوه كذا. ايوه كذا. ايه؟ على طاق الارض زيت انا عامل مصرف 1000 جنيه ليزر. وتحسين تربه وانت حتكبسيها لي ان شاء الله. ازاي يا اخوي؟ يا ابوي. ايه يا مراري؟ معلش. والله نزلوني. اقول لك ايه؟ شيل وراي. شيل وراي واقسم بالله عشان ترضى بعيشتك. ترضى بعيشتك يا ابوي. حاضر. الحاج مسعود هنا الحاج مسعود قاعد فخفخها هنا. يا بطه. نعم يا اخوي. عايزك تشيلي بقى وتحط الجاموسه ده. حاضر يا اخوي. عايزين نوكلوها كيفوها ابرسيه من هرب. حاضر. انا بقى انت صدق بالله لا انت اللي طلعوا عيني ليه بس يا اخوي؟ لا تعرف الحش ولا تعرف تسيسي امورك عند جوزي عشان خاطر تعيشي. ما هو لو كان كويس ومع انك كويسي كنت سبت الدار وجيت. يا بنت اذا لازم تحملي اصلا الدار ده ياما بيحصل فيه. الدار ده ايه ياما بيحصل فيها كلام وحديث مش كل كلمه انت تلبسي دمك جايه. هنعمل ايه؟ ما بيضرب فيه. مش هينفع. انت كده عاد قطمروني انا بينكم. معلش عاد ثلاث اربع. لو عندي ثلاث اربع بنات اخوات كده نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ عليها تركر قبل في المستشفى. ليه بس يا اخوي ربنا يديك الصحة. اختك نجوز فيها ونسيس فيها وندادي وانتي استني ده كله عشان ده مش بيهم. يا اخوي بالراحة اصبري اصبري شوي. بص بقى عاد تحطي لها كده وتنفشي لها كده جوز عشان تاكل كده وتشبع. حار. يلا يلا تعال خذ خذ فراخهم. حار. يلا صدق صدق ما تكبسي الارض تكبسيه. السلام عليك. سلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا حزيك. يا مرحبا شتوك. يا مرحبا بيك. كيف حالك عامل ايه؟ خلصان طيب. انت طيب يا حاج. اهلك في الارض انا مسعود. ايه اهلك في الارض. والله ارضك كان ارض طيب. تمام. والله بالصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. خذ يا حبيب خذ كلي يا جاموستنا بكره يا اختي تولدوا وتجيب لنا لعبه نقول. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ليه بتحس برسيم؟ عش يا عمي عشان ترضى بعشتها عند رجلها. رجلها مين دي؟ دول لو تبحتوهم مش غريب علي يعني. لو تبحتوهم كل يوم عن طولهم. قول يا عمي قول يا حبيب قول. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. حاضر يا اخوي. ما عندكش باللي حصل الواد زموط. ها؟ ما عندكش باللي حصل الواد زموط. زموط بتاعنا دي؟ اه. ايه اللي حصل له؟ يا لهوي ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل له؟ عايش تبارك يا زموط، اسمع سير زموط. تعال بس اسمع سير زموط. اتجنى يا اخوي. تنهتري. تنهتري ليش عارف؟ انا تهتر ليه؟ بس انت تبان عليه. تفضل اسمع من الراجل. المهم هو راكب الموتوسيكل وطالع. اه. ايه اللي حصل له؟ استغفر الله العظيم يا ربي. ليش يا بنت عشان اكلم اخوك؟ استغفر الله العظيم. ايه سكت. ايوه يا حاج. المهم هو راكب الموتوسيكل وطلع من الناس. ماشي. وطلع على الصحراوي. تخبطوا عربية ريلي. يا حوي يا حوي. اخوي اخوي. وزيته خاب. والله العظيم يا رب عليك عصيبي. يا اخوي. مش قلقنا عليه. جاب له حاجة. الواد بايظ خالص انت ما رحت شفته ولا والله بعيد من منك دلوقتي. ده انا احسبك شفته والله ما نعلم يا راجل. طب هو كويس الواد ده هو
واد مايع واد مش كويس. والله انت اتربي. والله مايع. بس هي زيارته ما عمرش ركب موتوسيكل ده هو. الا هو لازم يعمل بلوه في نفسه. والله هي زيارته. والله العظيم. مريض صدق. انا هنروح اشوف. يلا بينا خلينا نشوفه. يلا يا اخو. يا بطل. انت راح فين؟ هشيل ده امك وشيل مش عارف شو الحاج. حاضر. هي واجب برضه تيجي معاه. الحق ابو قبل الحقينا. حاضر يا اخي دي راك اهو. ألف سلامة عليك يا حاج زمون. الله يسلمك يا حاج شخلون. أنا عن موت. ألف سلامة عليك من الموت. شكلي معاك شعنا أطلع نمشي تاني. أنا محتاج لك يا حاج. وأنت كسما عظما مع علمك أنت قطع بي قدي. أنا من حبك علي الطلاق بالثلاث. الله يخليه. ربنا يشفيه. آمين يا رب. أنت بتقدرش تحرك خالص. ما بنقدرش يا رجل نرفع أيدي من مكان هذا. طب اللي مريجك شوية كده يا حاج. ما نقدرش نعمل أي حاجة خالص. الموتوسيكل مبهدلك خالص يا حاج. ما تدمر الموتوسيكل بتاع الكهنة ديت. أبقى مشي بالراحة يا حاج زمون. يا رجل مش قادر نرفع أيدي من مكان حتى تنعدن على الطلاق ما أنا قادر. أنا كنت لسه نفسي نخطب لك ولسه عنخش على الموضوع بقى وكنت عنفرح بيه. اتدمرت بقى هنعمل إيه نصيبي إيش؟ طب حاول ترفع إيدك إيدي. لا 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 ما نقدرش. حركة لا 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 ما نقدرش على الشخلون انت مفكرها سايبه ولا ايه؟ بنقول لك هنموت يا راجل لا اله الا الله. كل طب في كتمات هنا ولا حاجه؟ يا عم جسمي بحاله متدمر. طب انا عايز اديك الدواء. مش هتعرف تدوني سم من وقتها خلينا قاعد احسن مش قادر نتحرك. انا سيدك عشان تاخذ الدواء. لا 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 براحة. طب حاول بس تقعد شويه كده. اهدني براحة. براحة معلش. اهدني يا اليوم الاسود انت تقيل لي يا حاج زمون. تعبان يا راجل. معلش. الدواء في السدير اضرب ايدك فلاقه. براح براح مش عارف الواد ده هو ايه حصل بالظبط. الواد ده هو الواد اصابش غلط. هو الواد ده اصلا عامل شكله كده يا حاج. حطيته يعني. حذرته. انا مره حذره. ودي يا حاج زمون. بس ألف سلامة عليك. الله يسلمك. ألف سلامة عليك. اشرب يا أخوي. هو تعبان قوي. يا راد بيموت. يا راد. شكله الله ربنا يستر عليه قدام. العيال قالوا لي إن هو بيموت. ربنا يستر عليه. ألف سلامة عليك يا حاج. أنا من شونك كنا شكلي هنموت. قسما عظما أنت اللي تقتلني أنا وأموت. يا راجل بتهيأ لك بنقول لك مش قادر نحرك كده من مكان. طب وريني كده جروح. يا عم لا ما نقدرش خبري يا حاج شخلونا أنا بنموت يا أخي. ده هو دي خش حاج زمو ده. هو قاعد في قصر. هو أنا قاعد في قصر. حاج زمو. يا حاج شخلون. معلش يا حاج زمون. نار راكبه فيا. قول يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا حاج. انسك يا حاج. والناس بالراحه عليه. ارحب. بالراحه عليه. تفضل. انت بتندب عليه ولا ايه؟ تعبان. قول يا رب. يا رب. قول يا رب. يا رب. حصل زينة الحاج. كمان يا رب. يا رب. ايوه كده. حصل زينة الحاج يا حاج زمون. تعبان عن موت. حصل زيت الحاسه دي. حصل اول بارح. الف سلام عليك. اول بارح هو طلع من ناجح. اول ماسك الصحراوي. اول ما مخط طريق الصحراوي من هنا تيجي عربيه تريلا شنكار. كسحيته على الارض. وانت معطل مسارها. قسما عظما انا بقالي ثاني يوم النهار قاعد نفس القعده وما في غير خيرك. نعمل له ايه بس؟ خيرك يا حاج والله. عربية اللي خطاها؟ هي ما لبستش فيه. هي دي وهب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيتي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لازم هي تيجي برضو. ألف سلامة يا حاج زمون. الله يسلمك يا رب. سلام. هي دي ولا أنا بتهيألي؟ جرب يا بطة كده جرب. انت بقى بالصلاة على النبي كده تقول لي ما عملش فيك الا شويه دول بس. الله يسلمك حاج زمون. الحمد لله والله العظيم. انت تعمى نفسك وشايه وشايف يا حاج زمون. جيت وراي نعمل ايه حاج زمون؟ ايه يا حبيبي انت اللي كنت تعبان دلوقت. انا ساعه ما نشوفها من فوق بصراحه. الله يسلمك. فوق يا حاج زمون. الحمد لله على السلامه. المشوار طويل. انت فايق. اه انت فايق. يا عم انا فاهم. يبقى انا اللي مش فايق يا حاج زمون. يا عم انا اللي مش فايق يا حاج زمون. الحسن يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم يا حاج زمون. الحسن الحاج زمون فايق يا جماعه. الحاج زمون فايق يا جماعه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا حاج. حاج زمون. هذا 100 هو. والنبي روح على فتح بعد اذنك. ايه. بعد اذنك يا حاج فتح ريح. يا عم انا مش فايق. والنبي تري. والحسن. معقوله يا جماعه؟ ايوه. ما كانش قادر ياخذ العلاج يا اخوي. اللهم صل على النبي.
اللهم صل على النبي. لا مية مية. لا لا ما في ضبط. الله يخليه. الله يخليه. حمد لله. خذ يا حبيبي. خذ. الواد ده علاش بط؟ خذ كمان خذ. ابلع. بلع. الحمد لله يا اخي. الف سلامة. ده انت تحسنت خالص. سلام. اللهم صل على النبي يا حاج. من يد من عدمه. الله يخليك. اي حاجة مسعود. صعباتك الاخرى ولا ايه؟ اي حاجة مسعود اللي حصل لي. حلو. حاجة مسعود. ايه ده حاجة مسعود. ايه حاجة مسعود. ايه اللي حصل؟ انت ما تدريش انا حلو انا. جاب حاجة مسعود انا حلو. حاجة زموط. مش تعبان يا اخويا. حلا فش داقي. خليها تجيب له. هو عيب ولا حرام؟ ولا حرز امه. انت حلو صدام عليك يا عم. انا حلو لما شفت بطه. الله صل على النبي. ونعمل بطه. الله هو صحيح. بطه بغالي. الله اكبر. ما انا بشوف وزه بقى. الله اكبر. ما عندكش وزه. الله اكبر يا رجال. حاجه زمو صح. ايوه. انا فرحان. انا مية مية. انا فرحان. اللهم صل على النبي. اجلس معلش يا اخو. جيب الحلويات. يا اخي مستعبه. حلبه وداني. عارف بس.